عن جد؟ ايه جدًا. أنترا عطتني معلومات الأملاك وعرضت علي أعمل شراكة معهم. رح نقرب من تحقيق هدفنا، قربنا كتير. ايه بس أنا لازم هلأ أحضر شوية وراق بهي المعلومات، ومن بعدها بحجة الشراكة رح استرجع كل الأملاك اللي أخدتها بالنصب. جدان، أنترا عذبتك كتير وظلمتك ووقعت بينك وبين زوجك، بس شوفي يلي صار بالنهاية، رح تتغلبي عليها يا بنتي. ستي أكيد نحن رح نربح. في عندي رفيقة مثل لاكشمي واقفة معي، لو ما لاكشمي بعتت رسالة للأستاذ جندال بالوقت المناسب ما كنت بعرف. شو عم تحكي حماتي؟ أنا عملت، أنا بس حابة أقلك شكراً. حماتي بكفي، أنتي على طول بتحكي حكي بيأثر فيني كتير، وأنا كبرت ما لازم أتأثر بهيك عمر. أنا ما عملت شيء أبداً، هذا واجبي، لهذا السبب ما في داعي تشكريني. وقت بتكون عائلتنا واقفة معنا رح نقدر نتغلب على أي مشكلة، مثل ما عم بحكي نهاية أنترا قربت كتير. انتي مثلتي انك واقفة ضد جودان، واجي عمل حاله الاستاذ هوندا، وكنتوا عم تضحكوا على انترا كمان، انتوا كنتوا عم تخدعوها. حلو، وكمان قدرتوا تخدعونا كلياتنا بسهولة لهون، وبس اللعبة اللي عم تلعبوها كلكن خلصت لهون، وانترا رح تعرف الحقيقة اللي مخبيين عليها، انا رح خبرها. صدقوني انترا ما رح تسامحكن ابدا. ايه سارو اسمعيني، فهمي القصة. سارو اسمعيني، سارو افتحي، استني، افتحي الباب سارو، افتحي الباب، افتحي الباب سارو، يلا روحي سارو، اذا بتريدي لا تكرري اخطائك وافتحي الباب. اكشات، نحن لازم نوقفها باي طريقه. سارو افتحي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.